وشو بدك تشتغلي اثناء الدوام؟ يلي بدك اياه مستعده اشتغله، مستعده نفذ اي شغله تطلبها مني، بس زود لي معاشي. الولد بده كنزه وما عنده شيء يلبسه، انا ماني قدراني اشتري له اياها، ارجوك. بسيطه، خلص راح كلفك بعمل اضافي. كتر خيرك استاذ. خلص خلص. الله يخلي لنا اياه. الله يديمك فوق راسنا. الله معك. الله يديمك فوق راسنا يا رب. شو هالناس الطماعة هاي؟ بتاخد معاش 2320 ليرة ولسات عم تنق، ناس عم تسرف، مو هيك؟ تفضلي. شو سلوى؟ ما رجع جوزك على البيت؟ لسا. معناتها المدير نسي موضوعك، روحي لعنده وذكري. قلتك ما فيها كثرة غلبة؟ لا، شو كثرة غلبة أنت الثانية؟ الأستاذ جميل مديرنا ونحن وياه صحبة من زمان، روحي، روحي لعنده وذكري. أنا برأيي لا تروح لعنده ولا تجي. ليش هيك عم تكسري مقاديفها؟ يعني مشان حبيبتي، مشان ما يقلع من مكتبه مثل ما قلعني أنا. لا، ما رح يقلعها، بعدين أنت بجوز تكون حاكي معه كلام برات الطريق، مشان هيك قلعك. مش أنا بحكي حكي برات الطريق؟ ما قصدي شيء ولو منال، لا تفهميني غلط، قصدي يعني إنك حكيتي معه كلام ما بيسوى، أم قلعك؟ شو حكي ما بيسوى حكي برات الطريق؟ زيني كلامك قبل ما تحكيه. أنا آسفة. أمي سلوى، أمي روحي لعنده، أمي شغلة ما بتستاهل. طمني مالي نسيانك، بس المشكلة إنه زوجتي مسافرة ولسه ما حكيت مع رفيقتها. وإمتى بدها ترجع؟ اليوم المساء إن شاء الله، اليوم المساء بترجع وبتحكي مع هبة وبيمشي الحال. لسه بدي استنى لبكرة؟ اليوم يلي بيمرق علي وجوزي برات البيت بحسه بسنة. ما عم بعرف فكر ولا أشتغل ولا آكل ولا أشرب ولا نام. أرجوك أرجوك أستاذ جميل تساعدني، لك قلبي عم يغلي غلي. خلاص قلت لك بكرة بس تجي مرتي بخليها تحكي مع هبة. هبة مالي قدراني استنى لبكرة، خايفة ليبعت لي ورقة طلاقي. أرجوك أستاذ جميل تترقب بحالي، ما حدا غيرك بيقدر يساعدني. يا مدام ما في قدامنا حل غير ننتظر مرتي. طب حكي أنت، الله يخليك. منو هي؟ مدام هبة. أنا. إيه أنت مو هي رفيقة مرتك؟ لك قصة كل الحق عليكي، انت لو من الاصل دايره بالك على زوجك ومهتمه فيه وسالتيه وين عم تروح وين عم تجي ما كنت وصلتي لهون، بتهلو وبتوصل لهون بعدين بتجي لعندي. شو بدي احللكم؟ احللكم انا؟ خلص استاذ، بوعدك اني اهتم فيه، بوعدك اني اهتم فيه. خلص ايه خلص. شو المطلوب هلا؟ المطلوب انك ترجع لي اياه. ايه خلص، روحي انت على البيت وان شاء الله هلا برجع لك اياه. كتر خيرك. لك خلص عبي كلونيا. ما بعرف انك بدي اشكرك. كتر خلص. خيرك. خلص خلص روحي انت، روحي تيسري. شو المديريه هي؟ ايه مدير عام انا ولا حلال مشاكل؟ مشاكل. ايه خلص منال، ايه خلص بقى بلا غلاظة، ايه بلا حيوانة. طب كلمة واعتذرت عنها لا تسوي منها قصة. بتعرفي يا منال انا قديش بحبك، ما معقول احكي عنك بالعاطفة. ماشي الحال. شو سلوى؟ شو صار معك؟ ما صار شيء. قلعك من مكتبه؟ لا. لك؟ مرته مسافرة. مسافرة؟ لك يا عمي، ليش حتى ما تسافر؟ مرت مدير لازم تسافر، نحن هون نقعد ننقبر بالشغل موظفين. وردة، ممكن اسألك سؤال؟ آنسة وردة لو سمحت. عفوا أنا نسيت آنسة. وردة ممكن اسألك سؤال؟ لا. مين شاري هالحلق؟ من البسطة، ارتحت؟ ما معقول، هالحلق حلو كثير كثير من البسطة؟ اللي بشوفه بيقول إنه أحسن جواهرجي بالبلد هو اللي عامله. صحيح الحلق ما كثير حلو وخفيف، بس وجود هالحلق بأدانك طالع كثير حلو وبيغر. أرجوك ترجع لمحلك. ما معقول، ما معقول هالجوهرة تكون حاطة جوهرة كمان بأدانها. بتعرفي وجود هالحلقة بأدانك عاطي لوجهك مسحة أرستقراطية، بذكرني بعزفة الكمان الشهيرة رباب كنعان. زي مي زي مي، يلا عطيها. ايه يلا. وبعدين معك اف. وردة ممكن اطلب منك طلب بسيط؟ لا. ممكن تشتري لي حلقة مثل الحلقة اللي لابستي مشان اهديه لمرتي؟ بتعرفي ليش؟ ما بدي اعرف. مشان لما اشوفها لابسته اتذكرك. لا انت زودتها كثير ولازم ينوضع لك حد. العمى وين راحت؟ عم تكون راحت تقول للمغضوبه مرتي. مستر
استاذ جميل موجود؟ اتشو شو بدك منه؟ شغلة خاصة. لا شغلة خاصة؟ شو القصة لسا واحدة فايتة واحدة طالعة بدها منه شغلة خاصة؟ يا أنسة هون مكتب مدير مو مختار حارة. انتي ما لك علاقة، الاستاذ هون ولا مو هون؟ هون. بدي اقابله. تفضلي. شو بدها هي خطافة الرجال؟ بعد كفي خطفت سالم من مرته، كمان جاية تخطف الاستاذ جميل مني ومن مرته. شو؟ استاذ بدي اطلب منك طلب، بترجاك توافق لي عليه. شو هو؟ تنقله للاستاذ سالم من عندي. ليش؟ احسن. يعني شو في بينك وبينه؟ بضل يدايني ويسمعني حكي برات الطريق. حكي برات الطريق؟ يعني حكي على الصيف؟ شو بيقول لك مثلا؟ حكي مثل شو؟ حلوة وانيقة من هالحكي. وهالشي بيزعجك؟ طبعا بيزعجني، وبينزعلي سمعتي كمان. الموظفات عم يطلعوا علي اشاعات كاذبة من ورا حكي وتصرفاته معي. بيرضيك يا استاذ تتلطخ سمعتي من ورا اشاعات كاذبة؟ بيرضيك سيرتي تصير على كل لسان بالمديرية؟ بيرضيك مستقبلي يضيع وما لاقي حدا يتقدم لي بسببه؟ لا 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 طبعا ما بيرضيني، اكيد ما بيرضيني. ارجوك يا استاذ نقول سالم من عندي ما عاد اقدر اتحمله، بسببه رح يضيع مستقبلي. بيرضيك وحدة مثلي باول عمرها تعنس على بكير؟ بيرضيك وردة مفتحة بتدبل بجنينة وما حدا يقطفها؟ طبعا ما بيرضيني انا، بالعكس انا بيهمني تضلي وردة مفتحة ومشرقة على طول. انت روحي خلص انا بتصرف، لا تكلي هم خلص. يعني رح تنقله؟ خلص اكيد رح انقله، انا بس لاقي له اي محل بنقله. شكرا استاذ، مالي عرفانة كيف بدي اشكرك. شكرا كثير، انت انقذت لي مستقبلي من الضياع وسمعتي من التلطيخ. شكرا. تلطيخ؟ خلص انسي وردي. كفي. العفا ابعد مراقبتي عم تكذب. هاي وردة انا بعرفها، بتحب الناس يحكوا باسمها يلغوا بسيرتها، لو ما بتحب كانت بكف واحد وقفته لسالم عن تحده. لك خرجك مشان تبطلي هالعادة. لي يلا اطلع. ايوه لي الاستاذ جميل طالبك. شو بهن اصابعك انقرت؟ ما دخلك. شو بده؟ ما بعرف. طيب وشو كنت عم تساوي عند الاستاذ جميل؟ ما الك علاقة. مالك لي الو شو بده؟ يلا جيبه. زي يلا اطلع. شو عامل يا استاذ سالم؟ استاذ شو عامل يعني؟ شو عامل مع الانسه وردي؟ شو بدي اعمل استاذ؟ والله ماني عامل شيء. انا وصلني اخبار انك عم تغازلها وتحكيها كلام حلو، صح هالحكي؟ صح استاذ، في شيء من هذا القبيل يعني شوي والله شوي. مو عيب عليك، ما بتخجل على حالك. واحد مثل حكايتك عنده زوجه غيوره بتغار عليه بتهتم فيه بترف عينه على وحده ثانيه. استاذ شو بدي ساوي اذا انت حاطط لي مكتبه ايه من الجمال، ورده من ورود الجناين والحدائق والبساتين؟ يا استاذ ما عم بحسن اضبط اعصابي، حط حالك محلي، بتقدر تضبط مشاعرك شيء؟ الحقيقة لا شك انه الرجل احيانا قد يقع في شراك امرأة جميلة وتحت سيطرة اغواء، بس المفروض هو يضبط اعصابه يسيطر على حاله، يعني يكون رجل. شو يعني رجل؟ يعني شوف هلا المهم اذا بسمع مرة ثانية انك انت ضايقت الانسة وردة بحرف واحد، عندك واحد من حلين، يا بنقلك لا هذا الحل بلا رح انقلك مرتك. لا بوس ايدك بوس ايدك كل شيء الا مرتي. يا استاذ ما بحسن الدوب نفس علي، عيشتي بالبيت كمان بدك تجيب لي لون على المكتب؟ خلص استاذ خذ مني من هلا ورايح، بدي اضبط مشاعري، بدي اكتبها، بدي دوس عليها، ما بخليها تنفس. سليم حاجتك لعب بقى، حاجتك لعب وفتح كتب وظايفك. طارق اذا رحنا بكره على المدرسه مو كاتبين الوظيفه شو بيصير؟ ايه بسيطه، بتقتلك المعلمه. ايه ما بتقدر، حزير ليش؟ ليش يا عبقري زمانك؟ لانه بالقانون ضرب ممنوع، اذا حبت الانسه تخايف القانون تضربني بجيب لها الشرطه بياخذوها على الحبس. بابا انا رايي عندي مشوار ضروري، لبين ما تخلصوا دروسكم تتفرجوا على برامج الاطفال بكون رجعت. بابا الله يخليك، شوف لي هالمساله ما عم اعرف حلها. بعدين بابا بعدين، انا مستعجل وبالرجعه بشوف لك اياها، عندي موعد. عيني يا عيني.
شو قصدك ولا؟ ليش عم تقولوا لا؟ مو انت منبهنا ما حدا بيقول للتاني ولا؟ هلا اترك كل شيء من ايدك وتعال روح جنب اخوك. ما بدي اخرك على موعدك، روح يلا روح، الله معك روح. لا؟ شو دخل موعدي بدروسك؟ لانه عندي حل مسائل رياضيه ما بعرف حلها، وعشر كلمات انجليزي جداد ما بعرفون، حفظ درس علوم ما فهمانه، وهلا اذا بدك تقعد درسني رح تتاخر على موعدك، خلي بس ترجع بكون احسن، روح تيسر روح روح. طارق انا الله يرضى عليك رح حل لك المساله وانت بتدير بالك على دروس اخوك لبين ما يجي. ما بيرضى. مو على كيفه غصبا عنه. سمعان سمعان. انا مساله اللي مالك عرفانه. هاي كم مره فهمتك تتاوب لهنيك؟ عود هاي الف نوصل هذا الوتر بصير عندك الناتج ألف جيم. فهمت بابا؟ فهمت بابا. الله يرضى عليك. إذا أجت أمك بغيابي إلا البابا عنده موعد مع الأستاذ وسيم وما بيتأخر. ماشي؟ ماشي بابا. شبك بابا؟ كل هالقد خايف من الماما؟ خاص من إلا طلعوا، شو بدك تساوي معك يعني؟ خليك رجال. طارق بتدير بالك على دروس أخوك، فهمت؟ روح بابا الله معك. حقابلوه بكرة وبعدي بكرة ولي. جميل. أهلين سيد وسيم. على حدا جميل. تأخرت عليك ما؟ ما كتير، ربع ساعة. دقي خلص لفة بقى. شو قال؟ هذا سيناريو جديد عم راجعه بنعطيه للشركة. وعن شو كاتب المرة؟ قصة قريبة كتير من قصة بنتي ومرتها. ولقيت فيها الحل؟ يعني لحقني قلي. لحظة ما بدنا نشرب القهوة بالأول؟ لك أخي بنشربها بعدين، قلي شو الحل هلا. أخي أنا ما بعرف، احكي لي أشرب قهوة. حاضر، راح أطلب لك دراب السخن. يا وليد. حاضر أستاذ. أخي بري أستاذ. جيب لي أكبر ركوة قهوة عندك ومليانة. على راسي أستاذ. تسلم. يلا قلي لشو. لسه ما شربنا شيء، ما بدنا نشرب القهوة بالأول، بعدين بنحكي على القهوة. حاضر. تشيو تشيو. شوات يبنيهم بقتلو. شف فروة شوف المحطة اللي بعدها. تشيو منيحة. هلا بدك درسك ولا لا؟ وليش عم تصعب علي؟ وإذا كنت يعني بالصف السادس بكرة أنا بعد سنتين بصير بالسادس اللي بقى تشوف حالك. هلا إذا أجا أبوك ولا أخ مو خلص دروسك؟ أنا ما دخلني. شو ما دخلها؟ ما وصلك تكتب لي وظائفي؟ وصاني شوف لك ياها، مو أكتب لك ياها. إيه هاي مثل هاي. مين تفضل؟ اخر مره بقول لك سليم، جيب كتبك لدرسك، ما بدك تصطفل منك لابوك. انزعوا مساك، تفضل قدامي. شعل الضوء، وما كرينا ما كرينا ما كرينا، وما كرينا ما كرينا ما كرينا. لك هي الدولات القهوه كلها، احكي لي بقى. ايه يا صديقي، انا شايف انه السبب فيك انت مو بمرضك. شلون بقى؟ على هو ما بتحكي لي عن حالك، وعلى هو ما بعرف انا عنك. انت بتخجل تحكي مع النسوان. ايه وشو دخل هي بهي؟ ما بدي كفي لك. تفضل ضرب على قلبك وكمل. هالخجل هاد ولد عند مرتك شعور بالاطمئنان من ناحيتها، شعور انه لا يمكن عينك ترف على مرة غيرها ابدا، لذلك صارت تهملك وما تسال عنها ولا تغار عليه. ليش؟ لانه نعكت رجليها وايديها بمي بارده، مطمئنه لا يمكن تطير من ايدها. معك حق يا رجل. بتاخر ما بتسالني ليش تاخرت، بسهر ما بتسالني مع مين كنت سهران، بلا رايح مشوار ما بتسالني لوين. لك رايحة على تدمر، قلت لها ما بتخاف يلعب بديلي بغيابي، قالت لي دينك قصير ومعرفك ما خرج. يا شو بدي ساوي؟ صمام الأمان تبعها هذا رح يجنني. الحل عندها. شلون؟ لازم تفجر صمام الأمان يلي مجننا. طب دلني شلون فجره؟ يا صديقي لازم تغير طباعك كلها، تعمل لك شوية حركات، تخترع لك شوية مواقف، متى ما صارت مرتك تشك فيه
بتصير بتداريك وبتخاف عليك. ليش؟ من خوفها تقوم تطير من ايدها. فكرة معقولة، بس شو الحركات اللي لازم اعملها؟ بهالوراق هدول انا مخترع شوية حركات، خذ اقراهم. بس امتى بتجيب لي اياهم؟ بكره. وين رح تقراهم؟ وبدي اقراهم بالبيت، ما بنام قبل ما خلصوا. لا. ليش لا؟ بالبيت ما بصير تقراهم. وليش استاذ؟ لك يا حوبي شو ليش؟ بركي شافتهم مرتها وقرتوا. مزبوط. وين بدي اقراهم لك؟ بكره بتقراهم بالمكتب وبتجيب لي اياهم المساء. ماشي. بس لك يا جميل، اسمع مني وما بدك هالسرعة، خلي مرتك مأمنت لك أحسن لك. ها أخي أنا هيك قبلان. صفصفي ذنبك على جنبك، بدي أرجيلي.